عليكم. نادي يا باشا مش عارف واحدة نادي. كما قلت بان الفيلم هو تيتكلم ماشي تيعالج ولكن تيتكلم على الناس اللي كيهاجروا سواء انهم من جنوب الصحراء او مغاربه او وحاجه اخرى اللي كنشوفوها في الفيلم هي المعالجه ديالو لواحد الحدث اللي هو المتاجره بالبشر، المتاجره بالاعضاء البشريه ديال الناس في الوقت اللي دوك الناس كاملين كيكون عندهم واحد الشوق انهم غادي يمشيو وغادي يوصلوا للعالم الاخر، غادي يخدم، غادي يجيب ولادو، يجيب امو، يجيب مراتو، دوك تيكون الحلم ديالهم كبير على داك الشيء اللي تيوقع لهم. بون الواقع كيصدم هاد الناس هادو، سواء كما قلت لك غرقوا في البحر ولا تاجروا بالاعضاء البشريه ديالهم الى غير ذلك. بون بالمختصر هذا هو الفيلم. شاركت في فيلم سلعه لسي محمد نصرات، تجربه بالنسبه لي تجربه جميله وتجربه مفيده، وكانت بالنسبه لي يعني من بعد يعني ثلاث افلام اللي هي مهمه اللي شاركت فيها دوار البوم دالاس، كيجي السلعه اللي يدخل كمال كاظمي في عوالم اخرى، في شخصيات اخرى اللي يعني والناس ولفت كمال كاظمي تشوفه في حديد دان ولا في شخصيات اخرى، ولكن الان يعني كنشوفوا كمال كاظمي في حله جديده. الفيلم يناقش قضيه انسانيه اللي هي مهمه، مني كيتسلب الانسان الانسانيه ديالو وتيولي سلعه لمجرد ان الاخر اللي بغى يردو سلعه كيبغي يعني كيبغي المال، يعني كيولي كيعبد المال اكثر ما اكثر من الانسان. وشفنا المعاناه، شفنا يعني مش غادي نقول لك، الفيلم هو كله معاناة، حتى قصاوة الطبيعة هي كانت عندها دور كبير. الخدمة مع السين صارت جميلة ومفيدة ومتعبة، ولكن في نفس الوقت كتكون عندها نتيجة جميلة. الشاب هذا ما كتعرفوش مزيان، فين هي السلعة صاحبي؟ تا هو راه ما كيعرفش الطراب مزيان. ومفضل لكن اللي هذا السؤال كيعجبني انا في الانتاج، لان قليل فان كنسولوا على الانتاج ديال الافلام المغربيه. الفيلم سي فري كو حاله خاصه، وكنشوف فيه دي بيزاج جداد، وكنشوفوا فيه يعني انتاج نقدر نقولوا ضخم، لانه تصور ما بين عده مناطق: ارفود، رشيديه، مرزوقه، مراكش، بوسكوره. الفيلم مدعم من طرف المركز السينمائي المغربي، وكذلك يعني كاين دي سبونسور دي بارتنير، وكانت اضافات من عند المنتج يعني ماله الخاص كذلك. الدور روبيو في حقيقة يعني أنا نقدر نقول ماشي ممثل، ولكن اقترح لي سي محمد نصرات، لأن احنا خدمنا في السيناريو، خدمنا في البريباراسيون، بحكم أن كنت دائما معاه، فاقترح لي قال لي هذا الدور ديال روبيو نقترحه عليك، فقلت له وي بوركو با، دوزنا الكاستينغ
وتحت لهذه الفرصه. وكان بالنسبه لي يعني تمرين لا في حتى في الانتاج، لان يمكن لي كيحق لي انني يمكن نشوف لا بلاص ديال الممثل كمنتج، ممكن الى تساعدني في يعني في الانتاجات الجايه غادي كتكون عارف الممثل منين كيدوز وشنو اللي يمكن لك توفر له اكثر وشنو اللي يمكن الصعوبات اللي كيدوز منها. وهذا ما يكون الا اضافه ايجابيه ان شاء الله، ونتمنى ان يكون اديت الدور باحسن ما يرام. دابا غير زياره دير هنايا